مساء الخير، نحييكم إلى بانوراما ونناقش فيها هذا المساء. بوتين يتهم الغرب بقيادة واشنطن بمحاولة جر روسيا إلى الحرب ويتجاهل مخاوفها الأمنية بشأن أوكرانيا، وفرنسا لا ترى دلائل حتى الآن على أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا، فهل تهدأ الأزمة أم أن الصدام حتمي؟ كذلك نناقش بعد قليل حضور حفلات في زمن كورونا يطارد رئيس الوزراء البريطاني ويضع مستقبله السياسي على المحك، فهل تنجح اعتذاراته من سهام النقد حتى من داخل معسكره، أم ينجح معارضوه في سحب الثقة والإطاحة به؟ الأزمة الأوكرانية تتصاعد على وقع تصريحات متبادلة بين الغرب وروسيا، وفي أول تصريحات مباشرة على الأزمة منذ ما يقرب من 6 أسابيع اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بقيادة الولايات المتحدة بمحاولة جر روسيا إلى الحرب، ولم يظهر بوتين أو لم يظهر أي علامة على التراجع عن المطالب الأمنية التي وصفها الغرب بأنها مستحيلة وبأنها ذريعة محتملة لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو. الرئاسة الأوكرانية من جانبها دعت روسيا لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار، ووجهت رسالة سلام للتصدي للغة الحرب. أما فرنسا فكانت تصريحاتها أكثر هدوءا، حيث اعتبرت أن لا مؤشرات أو دلائل في المرحلة الحالية تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا بحسب وزير الخارجية جان إيف لودريان. تصريحات فرنسا جاءت لتخفف من حدة تصريحات جارتها، فقد شددت بريطانيا عبر رئيس وزرائها بوريس جونسون على أن هناك خطراً واضحاً ووشيكاً بوقوع تدخل عسكري روسي في أوكرانيا. وبهدف طمأنة روسيا بلغت واشنطن موسكو باستعدادها لمناقشة منح الكريملين طريقة للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في قواعد حلف شمال الأطلسي في رومانيا وبولندا. إذا كانت روسيا مستعدة لتبادل معلومات مماثلة بشأن صواريخ في قواعد روسية معينة. وفي تطور لافت، أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عن إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية بشكل عاجل إلى رومانيا وبولندا وألمانيا لتنضم إلى قوات الناتو الدفاعية. الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية بشكل عاجل إلى رومانيا وبولندا وألمانيا استجابة للتطورات الأخيرة والوضع الأمني في المنطقة. وأيضا هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا، بل ستنضم إلى قوات الناتو الدفاعية. هناك 1000 جندي سيتحركون من ألمانيا إلى رومانيا وينضمون إلى 900 جندي أمريكي في رومانيا، وهذه القوة مكلفة بمهام دفاعية وصد أي اعتداء محتمل في الخطوط الأمامية. من ناحية ثانية، واصلت وحدات من الجيش الأوكراني تنفيذ تدريبات عسكرية باستخدام راجمات الصواريخ أورغان بالقرب من شبه جزيرة القرم. وقال بيان للجيش الأوكراني أنه تم فرض حالة التأهب القتالي في ظروف قريبة من أوقات القتال الحقيقية. في المقابل، كشفت صور الأقمار الصناعية تزايد الحشود العسكرية الروسية في عدد من المواقع على الحدود الأوكرانية وفي بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم. نتابع.
نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة، اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان المصرية، أهلا بك. ومن كييف الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، أهلا بك. ومن موسكو يفجيني سيدروف المحلل السياسي، أهلا بكم ضيوفي الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ من موسكو معك سيد يفجيني في الواقع لفهم هذه التحركات الأخيرة، كيف تقرأها روسيا؟ استمرار الناتو ودول أوروبية في تسليح كييف ولكن بأسلحة أنظمة دفاعية، ما الذي يعني هذا بنظر روسيا؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفيكم الكريمين. أعتقد بأن روسيا تنظر إلى مثل هذه التطورات الأخيرة، ولا سيما تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة وكذلك نقل قوات ناتو إضافية إلى بعض دول أوروبا الشرقية، تنظر إلى هذه التطورات بهدوء تام، لأنه يبدو أنها كانت تتوقع مثل هذه التطورات. ولكن من جهة أخرى، بالإضافة أو بخلاف التصعيد الذي يمكن التأكد منه من خلال التصريحات وبعض الإجراءات العملية، في نفس الوقت يلاحظ بعض التراجع، وهذا التراجع يتمثل أيضا في عدة تصريحات. مثلا الرئيس الروسي رغم أنه أشار أن روسيا لم تكن راضية عن جواب الناتو على المطالب الأمنية الروسية، إلا أنه أعرب عن الأمل بإمكانية التوصل إلى حل، وهذا الحل كما يبدو يجب أن يكون سياسيا وعن طريق الحوار. أنا لدي انطباع بأن كل الأطراف بمن فيه روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وحتى دول الناتو ربما الآن تفكر في كيفية الخروج من هذه الحلقة المفرغة، الحلقة المليئة والحافلة بالتصعيد. ولكن يجب برأيي طبعا كل الأطراف ألا أو أن تحفظ ماء الوجه وتتراجع لكي يتم تصوير ذلك بشكل رسمي وكأنه بمثابة انتصار يحققه كل طرف من هذه الأطراف. لذلك أنا أعتقد بأنه رغم التصعيد ورغم التحركات ونقل القوات والإجراءات الأخرى، إلا أنه لا بديل للحوار كوسيلة وحيدة كفيلة باحتواء هذه الأزمة. وأنا متأكد من أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة والدول الناتو سيتواصل، سواء من خلال اللقاءات أو ربما الاتصالات، ومن بينها الاتصالات ربما سرية على مستوى الأمنيين والاستخباراتيين من كل هذه الأطراف. طيب، سأعود لك حول كل هذه التفاصيل والتطورات، لكن نأخذ رأي الدكتور فرج الله، كيف تتابع كذلك كييف من جهتها؟ كييف التي لازالت تستقبل مساعدات عسكرية، ولكن تصريحاتها بدأت تتراجع، بدأت تتحدث عن أن روسيا ليست لها ربما أهداف عسكرية، ليست هناك مؤشرات أو دلائل لفعل أي حركة أو لغزو أوكرانيا. لا، الرئيس الأوكراني لم يقل ذلك، هو أطلق تصريحات متضاربة تماما. قبل يومين في مؤتمر صحفي قال بأنه يتوجه للإعلام الغربي أن لا يستمر في عملية التصعيد والذعر ليقلق الاقتصاد الأوكراني، وكرر بالضبط الجمل الناطقة جاءت عن لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعطيه إشارة بأن أوكرانيا ما زالت مستعدة للحوار. من جهة أخرى، اليوم الرئيس الأوكراني صرح أيضا بعد زيارة بوريس جونسون يوم الأمس إلى العاصمة الأوكرانية كييف بأن الخطر لا زال قائم، والخطر فقط يمكن أن يزول عندما تقوم روسيا بإبعاد قواتها. أوكرانيا اليوم هي مستعدة تستعد يوما بعد يوم للسيناريوهات الاثنين. هي تريد أن تقول لروسيا بأنه هذا التوتر أنتم من افتعلتموه، ولكن نحن مستعدون للحوار معكم. ومن طرف آخر، كييف لديها قناعة تامة بأن ما سيزيد كل حظوظها في المفاوضات أن تقوي نفسها بالأسلحة الدفاعية. ما وصل لأوكرانيا في هذا الشهر الحالي في شهر يناير غير ميزان القوة إلى حد ليس بالهين. اليوم المنظومة الدفاعية الأوكرانية أصبحت أقوى، وهذا كله بهدف أن تسعى أوكرانيا
نحو الدفاع عن نفسها ونحو السلام. ولكن حتى اللحظة أتفق مع الضيف من موسكو، الكل يبحث عن سيناريو لحفظ ماء الوجه. أوكرانيا لا يمكن أن تقدم أي تنازلات لأنها لم تستطع للحشد ولم تغزو أحدا، هي أرضها متنازع عليها، هي أرضها مغزوة. لكن هنا السؤال يطرح لروسيا، روسيا ما طلبته مرفوض جملة وتفصيلا من الغرب، فماذا يمكن أن يقدم الغرب لروسيا كي تعود بهذه القوات بأدراجها؟ طيب سنعود لمناقشة هذا، لكن اسمحوا لي ضيوفي أن نفهم أولا هذه التطورات العسكرية. نحن بدأنا نتابع منذ أكثر من شهر بقليل من الآن الحشود الروسية، التحركات، المساعدات العسكرية، ولذلك سنسأل بالتفصيل ونفهم ما الذي يعنيه كل هذا مع ضيفنا اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان المصرية. لواء محمد أهلا بك معنا. مبدئيا الروس يحشدون، نتحدث عن 150 ألف عسكري على الحدود الروسية الأوكرانية، هذا ما الذي يعنيه بحسب قراءتك وخبرتك كذلك؟ هو طبعا أنا بعتقد أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يريدان أن يقزم دور روسيا في هذا الإطار ويعمل على تفتيتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والمخابراتية، بالإضافة أيضا إلى الدعائية في إطار حروب الجيل الرابع. بنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتقوم بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية، 17 عقوبة اقتصادية على روسيا، وأن روسيا بتعتبر أن كل من كازاخستان وأوكرانيا وروسيا البيضاء هي المجال الحيوي لها. هي بتطلب ضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأن الناتو لا يقترب إلى المحيط الخارجي والمحيط الحيوي لروسيا، والعمل على ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو اللي هي قدمت منذ عام 2008، يعني من 14 سنة. وبالتالي هي أيضا لا تريد أن تكون دول شرق أوروبا مجالا لوجود أسلحة استراتيجية تؤثر على الأمن القومي الروسي، بالضبط كما حدث في عام 62 في قضية كوبا وخليج الخنازير، وإزاي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تسمح بتواجد صواريخ روسية على الأرض الكوبية. هي هذه الأزمة هي ذلك، بالإضافة أيضا أن ذلك بيستدعي إلى المقام الأول. في المقام الأول هناك سؤال، لماذا لا يوافق الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على إعطاء ضمانات أمنية مكتوبة إلى روسيا بعدم العمل على جر أوكرانيا؟ محمد بالضبط هذا سنعود له بعد قليل، ولكن اسمح لي أن أستغل حضور حضرتك معنا لفهم تقنية التطورات وهذه التحركات العسكرية، ما الذي يعنيه إن كنا شاهدنا تاريخيا بعض هذه التطورات فيما تشبه هذه التحركات ما شهدته ربما معارك أخرى؟ لأن البعض يقول إن فتحت أبواب الحرب فإنها ستكون أكبر حرب يشهد العالم منذ حرب العراق ربما في 2003. حضرتك كعسكري لما تتابع الحشود وتتابع في الجهة المقابلة استمرار تسليم الأسلحة والمنظومات الدفاعية، هذا حسب قراءتك جس نبض أو تحضير لشيء فعلي؟ من وجهة نظر العلوم العسكرية بنجد أن حشد هذه القوات 150 ألف مقاتل روسي على حدود أوكرانيا ده بيعتبر بداية لعملية غزو. الغرب يعلم ذلك، عندما يتواجد 150 ألف جندي مش معناهم بيأمنوا الحدود، ده هم بياخدوا أماكن استراتيجية لبدء الغزو. وعلشان كده روسيا بتضغط في هذا الاتجاه حتى تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإعطائها الضمانات، ولكن تكون ضمانات مكتوبة بأنها لن تكون أوكرانيا في حلف الناتو، تخوفا الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا وهو في اجتماعه مع وزير رئيس الوزراء المجري في إطار التنسيق، وهو بيقول له نفترض في المستقبل كانت أوكرانيا انضمت إلى حلف الناتو وحدث شبه جزيرة القرم، أراد أن يتم
يعني تحريرها اللي روسيا وضعت يدها عليها في 2014. لابد أن يكون هناك حرب عالمية، وخصوصا أنه يعني عرض أن بلاده جربت صواريخ، تعتبر صواريخ فرط صوتية من ناحية تسمى تزيركون، ودي بتصل إلى كل الدول الأوروبية في حدود 5 دقائق. وبالتالي هي لعبة من الطرفين، كل بيضغط في اتجاهه. روسيا تريد أن يكون المجال الحيوي لها لا توجد به أسلحة استراتيجية أو أسلحة نووية من حلف الناتو، وأيضا بتكون أوكرانيا لا تكون عضوا في هذا الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية هي لا يهمها أمن أوكرانيا، ولكن بتستخدم أوكرانيا كورقة في عملية أنها تستطيع أنها تقوم باحتواء روسيا، بالإضافة أيضا إلى تقسيمها وتفتيتها، كل ذلك في إطار ذلك. وعلشان كده بنجد أن هذه الحشود بالضبط عن هذه الحشود وعن ما يقابلها، ما هو يقابلها استمرار في استلام كييف لمنظومات دفاعية. هذه المنظومات الدفاعية كافية لأي غرض؟ وتعتقد لواء محمد بأنه هذه الدول الأوروبية، واشنطن ودول الغرب، تتقدم بهذه المعونات العسكرية لكييف على سبيل كذلك جس نبض الجانب الروسي، أو أنه فعليا يحضرون لشيء؟ هم يدعمون كييف ولكن هناك شيء من الناتو يحضر. هو طبعا ده سؤال مهم جدا. إحنا بنتكلم عن التوازن العسكري ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. روسيا هي في المرتبة الثانية على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، بينما أوكرانيا هي في المرتبة 25 بالنسبة للإنفاق العسكري. روسيا إنفاق العسكري 27 مليار دولار، بينما أوكرانيا 9 مليار دولار. أما بالنسبة لعدد الطائرات، روسيا لديها 4000 طائرة مقاتلة بمقابل 275 طائرة في أوكرانيا. أما الدعم الذي تقوم به دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة هو أسلحة خفيفة لا ترقى إلى أسلحة ثقيلة حتى لا تستفز روسيا. وبالتالي بنجد أن ألمانيا مثلا، وهي مهمة جدا بالنسبة لروسيا لأن 40% من الغاز ومن الغاز الطبيعي بيأتي من روسيا عن طريق اللي هو ممر نورد ستريم 2، 40% بيأتي إلى أوروبا، وبالتالي هي لا تريد تلك الحرب. وعلشان كده عندما قامت ألمانيا بدعم أوكرانيا، شوف حضرتك ادتها إيه؟ ادتها 4000 خوذة، لم تعطيها أسلحة ثقيلة حتى لا يتم استفزاز روسيا في هذا الإطار. أنا بعتقد في توازن القوى بنجد أن القوى الروسية هي لها الغلبة عندما تقوم بالحشد، هي بتهدد فعلا، وهذا تهديد قابل للتنفيذ، ومن المحتمل أن يكون في منتصف هذا الشهر أن يتم هذا الغزو. في حالة عدم إعطاء ضمانات أمنية لروسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاتحاد الأوروبي، لأن التهديد بالغاز أيضا العقوبات الأمريكية بتقول أنها ستهدد بقطع، أنها مش هتاخد غاز من روسيا، لكن ده هيكون أساسا ضد رغبة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا. صحيح، مهمة جدا هذه التفاصيل، سننقلها بعد قليل للنقاش مع ضيوفنا. أود شكرك جزيل الشكر على مشاركتنا هذا النقاش وعلى كل المعلومات التي تفضلت بها، اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان المصرية، شكرا جزيلا لك. سنعود بعد قليل لنناقش مع ضيوفنا كل ما طرحناه من تفاصيل عسكرية، لكن نذكر بمواضيع ذات صلة، حيث دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعا روسيا إلى خفض التصعيد وضرورة تغليب الحوار لحل الأزمة، كما أكد زيلينسكي خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، أكد أنه لا يسعى إلى خوض الحرب بل إلى إحلال السلام. بدوره قال رئيس الوزراء الهولندي إن أي عدوان ضد كييف ستسفر عنه عواقب وخيمة، وأضاف أن أوروبا والولايات المتحدة يعملان على حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا في حال قيامها بأي أعمال عدائية ضد أوكرانيا. Work is already underway in Europe and in partnership with the US to prepare a robust package of sanctions. The Netherlands will in the meantime support Ukraine wherever we can. For example, we are talking about offering Dutch assistance to fend off cyber attacks against Ukraine.
أعود من جديد إلى ضيوفي. سيد يفجيني، استمعت منذ قليل لضيفي ونحن أردنا أن يكون معنا خبير استراتيجي وعسكري حتى نفهم، ومحايد خاصة حتى نفهم قراءة مغايرة لكل هذه التطورات. يقول ضيفي بأنه هذه الحشود 150 ألف لا يمكن أن تعني إلا غزوا، ما تعليقك؟ تعليقي بسيط للغاية. أولا هذه الأرقام تبدو مبالغ فيها تماما، وحتى بعض المصادر الأوكرانية كانت قد اعترفت بأن هناك ما لا يمكن أن يزيد عن 100 ألف. هذا أولا. ثانيا، هناك برأي الجانب الأوكراني، وبطبيعة الحال ليس لدى أوكرانيا أي عواطف تجاه روسيا، فهم يقولون أنه لوجستيا الآن أو حتى على المدى القريب الغزو الروسي الذي ربما يعني يقال عنه الكثير لن يتحقق. وهذا يعني ثالثا وأخيرا أود أن أقول شيئا بسيطا واحدا من الناحية العسكرية، وإن لم أكن أنا خبيرا في الشؤون العسكرية، ولكن واضح تماما بالنسبة لي أنه إذا أرادت روسيا بالفعل أن تغزو أوكرانيا فكانت تحضيراتها لهذه الحرب قد بقيت طي الكتمان حتى آخر اللحظة، لأن عنصر المفاجأة يلعب دور كبير جدا في مثل هذه العمليات. الآن ما الذي نراه؟ نرى فقط الضجة الإعلامية الصاخبة التي أثرتها الدول الغربية ووسائل إعلامها، وكأنها تتمنى أن تبدأ روسيا هذه الحرب وتغزو أوكرانيا. هذا الأمر يبدو مضحكا جدا، ولكن هكذا هو الانطباع من كل ما يقال ويتردد من وكالات الأنباء. روسيا ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا. ربما الهدف من كل هذه الحشود، وطبعا إن تحققت بالفعل المعلومات بشأن عدد القوات الروسية، هو ربما الإبقاء على التوتر في العلاقات مع الغرب، ولكن ليس من أجل غزو حرب أو من أجل غزو يعني اندلاع حرب أو نشوب حرب في أوكرانيا، وإنما يعني ربما الضغط على الولايات المتحدة ودول الناتو للقبول بشروطها. طبعا ليس كل الشروط مرة واحدة، لأن روسيا تدرك تماما أن المطالب الأمنية التي تقدمت بها في رسالتها إلى الدول الغربية، إلى أمريكا ودول الناتو، من السذاجة الاعتقاد بأن الدول الغربية ستوافق عليها. كان من المتوقع أن هذه المقترحات ستلقى رفضا قاطعا من قبل الدول الغربية، ولكن في نفس الوقت نرى أن الدول الغربية والناتو تحركت في الفترة الأخيرة، فهي تقترح على روسيا ما يمكن أن نسميها ببعض التنازلات، العودة مثلا إلى معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. لو طرح هذا الموضوع منذ مثلا سنة أو سنتين، نعم، لما سمعنا رفضا قاطعا من قبل الدول الغربية حتى للحديث عن هذا الموضوع. الآن نرى أن الدول الغربية نفسها هي التي تبادر في العودة إلى هذه المعاهدة، وهذا يعني أن ربما رسالة روسيا ومطالبها الأمنية قد أيقظت إن صح التعبير، أو حركت الدول الغربية لكي يعني تقدم الأخيرة على بعض التنازلات التي طبعا لا تراها روسيا جوهرية، ولكن بالتدريج يمكن أن يصل الأمر إلى بعض التوافقات وحتى توصل إلى حلول وسط. طيب دكتور محمد، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل وبعض المراقبين الآخرين يقولون كذلك بأنه اللعبة أكبر من كييف، اللعبة بين واشنطن وروسيا، وهي مسألة نفوذ، وهي مسألة قيادة عالمية، وكييف أتت كوسيلة. إن كان الغرب يريد فعلا مساعدة كييف، ما كان أرسل لها مش عارفة كم خوذة، كان دعمها أو كان فعلا تحرك لمصلحتها، ما رأيك؟ طبعا شكرا جزيلا مرة أخرى. أتفق فقط مع الضيف من موسكو في كلمة واحدة، بأن هنالك العودة لاتفاقية الصواريخ. إذا كان هذا لروسيا يطمئنها فلتعود، أوكرانيا لا علاقة لها بهذه الاتفاقية. أما موضوع الضيف من مصر، أشكره جزيلا لأنه هو كعسكري أضاف إلى نقطة مهمة جدا وهي الغزو. رأيي ما يلي: للأسف بعض الجهات الإعلامية تأخذ النقطة السالبة وتنسى النقطة الإيجابية. الموقف الضعيف لألمانيا داعم لأوكرانيا بالخوذ
هذا لا يمكن أن يؤخذ به بعين الحسبان. فلننظر ماذا حصل في المقابل، ودعوني وأفسر لكم عسكريا ماذا حصل في أوكرانيا. روسيا لديها 750 ألف جندي، هذا القوات النظامية كلها. إذا أراد أن تغزو أوكرانيا وتدمرها كلها لا سمح الله، عليها أن تأتي بهم جميعا إلى أوكرانيا، لأنه في قانون الحرب هنالك الخسائر ثلاثة مقابل واحد. الجيش الأوكراني 250 ألف، أي أن روسيا تصبح مكشوفة وعارية كل حدودها مع الصين أولاً وآخراً مع أوروبا أو مع الاتحاد الأوروبي، وعندها ستكون هي الفريسة وليس أوكرانيا. النقطة الأولى. النقطة الثانية، فقط في شهر يناير أوكرانيا تحصل المرة الأولى على منظومة جافل للدروع. هذه المنظومة إذا جاء اليوم في أوكرانيا هي لم تكن لأوكرانيا عام 2014. هذه باختصار تحول أي هجوم بري إلى مقبرة دبابات. إضافة حصلت أوكرانيا من استونيا على منظومة ستينجرز، وهي صواريخ تحمل على الكتف، وهي التي أرعبت الجيش السوفيتي في أفغانستان وصلت إلى أوكرانيا. إضافة إلى 1000 منصة صواريخ دفاعية وصلت من بريطانيا فقط في يناير. إضافة إلى أن اتفاقية وقعت يوم الأمس منح أوكرانيا مليار و250 مليون جنيه استرليني لبناء أسطول أوكراني حربي قوي. إضافة إلى 5 شحنات ذخيرة أمريكية. وأضيف على كل هذا إرسال بايدن لقوات كذلك لألمانيا بولندا ورومانيا. بالطبع. مهم هذا التطور. فأنا في لقاء لي مع ضباط وزارة الدفاع قالوا لي بالحرف الواحد، ما ترونه بالإعلام الواقع نحن نحصل على 10 أضعاف. لذلك الموقف الألماني الهزيل لا يجب أن يؤخذ بعين الحسبان. ألمانيا لديها مصالحها. اليوم عندما نقول أن اللعبة أكبر، طبيعي اللعبة أكبر، ولكن من الخاسر؟ الذي قدم بالقوات الأمريكية المنطقة والذي قدم بالغرب إلى ما يسمى فناء روسيا هي السياسة الروسية الغير حكيمة. روسيا عندما ضحت بهذا الجار الأوكراني وغزت أرضه وقتلت شعبه وهدت أراضيه، ظنت بأن الشعب الأوكراني سيأتي راكعا. النتيجة أن أوكرانيا وقفت على إجريها من بلد لا جيش له بثمان سنوات يصبح السادس أوروبيا. هذا ما رأيك سيد يفجيني؟ هل حسبت النقطة الأخيرة جد مهمة ولذلك سنناقشها مع ضيفنا. سيد يفجيني، هل حسبت روسيا حسبة خاطئة؟ لا أعتقد أنها كانت خاطئة، ربما كانت هناك بعض التحركات التي كان من الممكن القيام بها بشكل آخر، ولكن نحن ما نراه الآن هو الواقع. كما أن روسيا لا تنظر إلى ما يجري الآن حول أوكرانيا من زاوية ما يقال بأنه غزو وشيك من قبل روسيا لأوكرانيا، وإنما نظرة أوسع وهي تتمثل في خلاف عميق حول الاعتبارات والمطالب الأمنية فيما بينها وبين دول أوروبا الغربية. روسيا تقترح أن تعترف الدول الغربية بأن هناك الجزء الثاني من الحقيقة. إذا كان المراد من كل هذا هي ضمانات أمنية من عدم توسع الناتو، هذا ما تقول حضرتك وهذا ما تصرح به روسيا في كل مرة، لماذا إدخال كييف أوكرانيا في هذه المشكلة، في هذه المعركة، في هذا التصعيد؟ ليست روسيا التي تدخل أوكرانيا في هذه المعركة وفي هذا التصعيد، وإنما تلك الحملة الصاخبة كما قلت في البداية إعلاميا ومن قبل الدول الغربية، الهدف منها جر روسيا في أي عمل استفزازي قد يعني يتم أو يحدث حتى بطريقة عرضية بطريق الخطأ، الأمر الذي يمكن بالفعل أن يجر روسيا في نزاع عسكري، ولكن ليست روسيا التي هي صاحبة يعني المبادرة في وقد تفعلها سيد يفجيني. يمكن أن تفعلها روسيا أن تنجر إلى عمل عسكري، إلى حرب قد تشمل مناطق كبيرة ودول أكبر. لا، بطبيعة الحال هذا الأمر لن يحدث وأنا أستبعده تماما، لأن روسيا ليست ساذجة لدرجة أنها لا تدرك تداعيات مثل هذه الخطوة، فهي طبعا سوف تعود بالضرر على كل الأطراف بلا استثناء. عندما يدور الحديث حول العقوبات القاتلة كما يقولون في الغرب، فهي أيضا ستعود بالضرر على الدول الغربية. على أصحاب هذه العقوبات. روسيا اقتصادها السادس في العالم، لا يمكن تجاهل هذا الأمر، وهذا سيلحق ضررا بالمنظومة الاقتصادية العالمية بأكملها. دكتور محمد، اليوم بعد إعلان بايدن إرساله لقوات في ألمانيا بولندا ورومانيا، كان هناك تصريح ملفت من روسيا قالت فيه أن نشر قوات أمريكية في شرق أوروبا خطوة
مدمرة. كيف؟ وهذا ما قلت لك، السياسة الروسية أرادت من هذا العمل الاستفزازي أن تضعف الوجود الأمريكي، فإذا به يتضاعف. سيدي الكريمة، الدولة العظمى يجب أن تتصرف بسياسة عظيمة، فإذا كانت نتائج عكسية عليها أن تعيد النظر. دعيني فقط أن أعول على نقطة الضمانات. الذي يهدد أمن الجيران هي روسيا وليست أوكرانيا أو جورجيا. في عام 1994 أوكرانيا تتنازل عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم بموجب اتفاقية بودابست. هذه الاتفاقية وقعت عليها روسيا وبريطانيا وأمريكا بضمان أمن أوكرانيا. الذي خلى بهذه الضمانات هي روسيا. اليوم تأتي روسيا وتقول الضمانات. روسيا الضمان لها الأساسي أن تتخذ سياسة حكيمة مع جيرانها. أما موضوع الانتشار، بالطبع واشنطن اليوم تستغل هذه اللا حكمة في السياسة الروسية وتسلح وتعزز وجودها في أوروبا الشرقية، وبالطبع هي ستكون مستفيدة إذا جرت روسيا إلى هذا المستنقع. نعم. أمريكا بعيدة خلف المحيط، بالطبع الذي سيخسر من تجري الأرض المسرح الأحداث على روحه. وقال جونسون يوم الأمس إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون أكبر اجتياح منذ الحرب العالمية الثانية وسيجر القارة كلها إلى حرب. أي أن التصريحات اليوم واضحة وكلها تتوعد لروسيا. من جاء بذلك؟ السياسة الروسية. من غزا أرض أوكرانيا؟ روسيا. أما واشنطن بالطبع تستفيد. أما موضوع الغاز، اليوم روسيا 70% من اقتصادها، هذا فقط تعليق بأن اقتصاده قوي، لا ليس قوي، 70% من الدخل الروسي يعتمد على الغاز. واللقاء الأخير أو المترقب بين بايدن وأمير قطر وكذلك الغاز الصخري الأمريكي والذي تروج له أمريكا، إن استطاعت إيصاله إلى أوروبا ستصبح روسيا بعبارة محطة وقود بلا زبائن. وعندها سوف تدرك روسيا ما هي السياسة الكبرى وكيف يمكن أن تكون دولة عظمى أو غير عظمى. طيب، على كل الظاهر بأن هذه التطورات ستكون ضمن مسلسل طويل سنبقى في متابعته. سنكتفي معكم بهذا القدر على أن نتابع كل هذه التطورات في بانوراما. شكرا جزيلا لكم من كييف الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية، ومن موسكو يفغينيا سيدروف المحلل السياسي، شكرا لكما. وإلى فاصل ومن بعده. بعد توالي الهجوم على رئيس الوزراء البريطاني من المعارضة وحتى من داخل معسكره بسبب حضوره حفلات بالمخالفة لإجراءات كورونا، هل ينقذ الاعتذار مستقبله السياسي؟